تالت وحدة تانية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. القيمة المطلقة للسالب 2 هتكون ب2. كلما ابتعد العدد عن الصفر على خط الأعداد كلما قلت قيمته المطلقة أم زادت؟ كلما ابتعد العدد صفر عدد ابتعد عن الصفر على خط الأعداد كلما زادت قيمته المطلقة. القيمة المطلقة بتزيد كلما ابتعد العدد عن الصفر. كلما ابتعد العدد عن الصفر على خط الأعداد كلما زادت قيمته المطلقة. السؤال 3، القيمة المطلقة سالب 2 وهنا سالب 3. القيمة المطلقة لسالب 2 تبقى ب2، والاتنين بتكون أكبر من سالب 3. السؤال التاني، القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة بتكون متساوية. القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة، يعني مثلا السالب 2 جبت أجيب القيمة المطلقة بتاعتها يطلع ب2، العكس بتاعها في الإشارة اللي هو موجب 2 جبت المعيار بتاعه أو القيمة المطلقة يطلع ب2، يبقى القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة تكون إيه؟ متساوية. القيم بتكون متساوية. السؤال رقم 2، القيمة المطلقة لسالب 1.2 هيعطيني العدد 1.2. تمام، ده كان السؤال رقم 3. السؤال رقم 2 اللي قبليه، القيمة المطلقة لعدد 2/5 هيطلع برضو العدد 2/5. السؤال رقم 4، مدينتان سجلت درجات حرارتهما، فكانت في المدينة الأولى سالب 2 درجة سيليزياس، وكانت في المدينة الثانية سالب 5 درجة سيليزياس، فإن المدينة الأكثر برودة اللي هي المدينة الثانية اللي هي درجتها كانت سالب 5 درجة سيليزيوس، يعني 5 درجات تحت الصفر. كل ما ابتعدنا عن الصفر كل ما القيمة ايه قلت، وكل ما قربنا من الصفر كل ما القيمة زادت بالنسبة. وانت جاي من الشمال لليمين كده، يعني انت عندك هنا سالب 5 وبعد كده سالب 4 سالب 3 سالب 2 سالب 1 0، فهنا الأكثر برودة درجة الحرارة في المدينة الثانية اللي هي سالب 5 درجات سيليزيوس. السؤال 5، عند المقارنة بين العددين سالب 9 والعدد 5، فإن العدد الأقرب للصفر على خط الأعداد هو العدد 5. المسافة بينه وبين الصفر 5 وحدات، لكن المسافة بين سالب 9 وصفر على خط الأعداد 9 وحدات، يبقى هاخد 5. السؤال 5 هاخد إيه؟ 5. السؤال اللي بعده التالت، قارن مستخدما، ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. هنا أول واحدة، القيمة المطلقة للسالب 9 والقيمة المطلقة ل18. السالب 9 القيمة المطلقة بتاعتها تبقى ب9، هنا السالب 9 والقيمة المطلقة ل18، التسعة وهنا ال18، ال18 أكبر. القيمة المطلقة لسالب 2.5 والقيمة المطلقة ل1.5، يبقى ده ايه؟ كبير، لأن ده يطلع بموجب سالب 25%، وهنا القيمة المطلقة سالب 5.3، هنا هيطلع بموجب 5.29، 5.3. هنا العدد ده أكبر يا ولاد، لو سوينا الأجزاء وحطينا صفر تبقى هنا 5 زائد 5، وهنا 2 وهنا 3، يبقى العدد ده كبير. السؤال اللي بعده رقم 4، القيمة المطلقة لسالب 1/8 والعدد القيمة المطلقة ل7/8. هنا العدد 7/8 هيبقى أكبر من 1/8، يبقى ناخد العدد ده هو ايه؟ الكبير. تعالوا نشوف التمرين اللي بعده اللي هو رقم 5، القيمة المطلقة لسالب 35/6 و5 و5 أسداس. تعال نبسط العدد ده، فيبقى 35/6، حولها بقى لعدد كسري، سيب الستة في المقام
وهنا قول 6 في كام قريبة ل 35، تقول 6 في 5 ب 30 وبقى 5، يعني 5 و5 أسداس برضو، يبقى هعمل علامة إيه؟ هعمل علامة يساوي. السؤال اللي بعده، فهمنا كده يا ولاد؟ التمرين اللي بعده، القيمة المطلقة لسالب 4 والقيمة المطلقة ل 4، هنا تطلع ب 4 وهنا 4، نعمل علامة إيه؟ يساوي. السؤال هنا يساوي يا ولاد رقم 6. السؤال اللي بعده رقم 4، رتب القيم التالية حسب المطلوب. أول سؤال عايز أرتبه ترتيب إيه؟ تصاعديا. هنا القيمة المطلقة لسالب 2 هيطلع ب 2، و5 تتكتب زي ما هي. القيمة المطلقة لسالب 4 تطلع ب 4، قيمة، وعندي سالب 9 كمان موجودة، وعندي القيمة المطلقة لسالب 3 تبقى ب 3. تعالى نرتب بقى تصاعدي من الشمال لليمين، تقوم واخد السالب 9 وبعدين تاخد الاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة. السؤال اللي بعده رقم 2، هنحل المسألة الأول يا ولاد زي ما عملنا في سؤال 1. نكتب هنا سالب 15، بعد كده القيمة المطلقة لسالب 20 هتبقى عندك ب 20. ماشي، احنا بنحل الأول يا ولاد. القيمة المطلقة، القيمة المطلقة ل 13، القيمة المطلقة خلاص هنا 4 0، بعدين القيمة المطلقة ل 5 ب 5. المرة دي عايزة تنازليا من الكبير للصغير، تاخد العدد الموجب الأول الكبير اللي هو 20، وبعدين 13، بعدين 5 4 0 سالب 15. السؤال اللي بعده رقم 5، يوجد مجمدان في أحد المعامل، تم ضبط أحدهما على درجة حرارة سالب 13 درجة سيليزيوس، وتم ضبط الآخر على درجة سالب 25 درجة سيليزيوس. أجب عما يأتي، أي العددين أكبر؟ طبعا السالب 13 هو الأكبر من السالب 25. درجة الحرارة الأكثر برودة اللي هي كام؟ سالب 25 درجة سيليزيوس، دي الأكثر برودة، مفهوم؟ يبقى أنت لما تيجي تقارن بين الأعداد السالبة، عندك هنا سالب 13 وسالب 25، القريب للصفر هو اللي يعطي قيمة كبيرة، يعني تقول السالب 13 دي هي الأكبر من السالب 25. الأكثر برودة بقى اللي بيبعد عن الصفر، زي مستوى سطح البحر كده، مستوى سطح البحر صفر أهو، كل ما نزلت تحت البرودة بتزيد. هنا كان في درجة 13 وفينا درجة كام؟ 25. أكثر برودة اللي هي درجة 25 تحت الصفر، تحت الصفر دي اللي هي الإشارة السالبة اللي عندك، فيبقى الأكثر برودة اللي هي المدينة إيه؟ الثانية، أو المجمد إيه؟ الثاني.